به أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله. ما زلنا وإياكم في شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الماضي كان هذا مثل المقدمة، لأنه لم يقدم للكتاب، لم يضع مقدمة للكتاب، لكن بدأ قال: وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها هذه تعتبر من المقدمة. في سؤال استفسار على الدرس الماضي. طيب، اليوم نبدأ الفصل الأول. قال رحمه الله تعالى: قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الباب فيه فضل التوحيد، أي أن هذا الباب يبين لك الفضائل الكبيرة لتحقيق التوحيد. وقال ومن فضائله قال: وما يكفر التوحيد وتحقيق التوحيد من الذنوب. ثم ذكر رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا، أي لم يخلطوا مع هذا الإيمان شرك، أي أن الشرك، أي أن الإيمان والتوحيد خالص، هذا هو المقصود. أولئك، تكملة الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يحقق التوحيد له الأمن وله الهداية. فمن فوائد التوحيد أن الإنسان يحب أن يعبد الله سبحانه وتعالى أكثر، كل ما عرفت الله سبحانه وتعالى عبدته أكثر. ومن فضائل التوحيد أن لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، يهتدون إلى الطريق الصحيح، ويهتدون إلى الشريعة الصحيحة، ويهتدون إلى القول السليم. لذلك لهم الأمن في الآخرة ولهم الهداية في الدنيا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المقصود بظلم؟ الظلم هنا المقصود به الشرك. يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المقصود به الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ألم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا. والظلم يا ظلم الشرك أو ظلم العبد لنفسه، كما قال موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وآدم وهو: ربنا ظلمنا أنفسنا. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى هذا ظلم نفسه. والظلم الثالث اللي هو ظلم الآخرين، ظلم الناس، وهذا الظلم لا يغفر، هذا الظلم لا يغفر، لأن كل شخص ظلمته سوف يأخذ حقه منك يوم القيامة، ولم يأخذها حسنات. إذا أنت ظلمت 1000 2000 ريال يأخذ منك يوم القيامة حسنات. ثم قال، ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان له أو عليه من العمل، على ما كان من العمل. هذا دليل على الباب، الباب فضل التوحيد. فذكر هذا الحديث الذي يدل على فضل التوحيد، هذا الحديث عن عبادة. قال: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قال: من شهد، والشهادة تكون معاينة أو تكون بفطرة أو مكتسبة. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، هذا فطرة في الإنسان، الإنسان فطرة يعلم أنه لا إله إلا الله، هذه فطرة، فأنت تشهد بذلك بهذه الفطرة. أو مكتسب، بحيث أن الإنسان يرى في هذا الكون أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فيشهد بذلك، فيشهد أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الإله أو الله هو المألوه، أي المعبود،
بحب، هذا هو معنات الله المألوه المعبود بحب. والمعاصي تنقسم إلى شرك أكبر اللي هو جعل إله مع الله سبحانه وتعالى، أو شرك أصغر الرياء، أو المعاصي الكبيرة أو الكبائر، والتي هي مذكورة في حديث سبع الموبقات، والمعاصي الصغيرة. الشرك هذا ينافي التوحيد. المعصية الكبيرة تقدح في المعاصي، تقدح في التوحيد. الأصل أن الموحد أنه يعني خالي من هذه المعاصي كما الرسل والأنبياء. قال يشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هي الاعتراف باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالأركان. فالشهادة أو قول لا إله إلا الله باللسان هذا يقول أهل النفاق، فلم ينفعهم. إذا القول باللسان لا ينفع إلا إذا كان معه تصديق بالقلب وعمل بالأركان. قال وحده لا شريك له، وحده هذه تأكيد له إلا الله، لا شريك له تأكيد له لا إله، لا إله لا شريك له، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توكيد له لا إله إلا الله. وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله سبحانه وتعالى وهو من البشر. فهؤلاء الذين يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه يحضر الموالد، لأن بعض الفرق تضع كرسي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون حاضر شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون هذا الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر. لذلك قال عبد الله ورسول، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وهو رسول، فهو ليس كالبشر، لأنه رسول صلى الله عليه وسلم هو إنسان وبشر، لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم عن الخطايا وعن المعاصي، وهو صلى الله عليه وسلم رسول من الله يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلك، هو بشر يأكل ويشرب وينام صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال عن عيسى عليه السلام، ويعتقد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا الاعتقاد. أما اليهود فإنهم كذبوا بعيسى عليه السلام، والنصارى ألهوه واعتقدوا أنه ابن الله سبحانه وتعالى. فالأصل نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام نبي من الأنبياء، وأنه لم يخلق مثل باقي البشر، خلق مثل آدم، خلق مثل آدم. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، لكن النصارى بسبب أنه لم يخلق كباقي البشر ألهوه وقالوا أنه ابن الله سبحانه وتعالى. والأصل أن الله سبحانه وتعالى قال ألقاها إلى مريم. ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة اللي ألقاها إلى مريم؟ كن فيكون. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فقاله كن فيكون. والله سبحانه وتعالى نفخ فيه بروحه، قال وروح منه. لذلك النصارى يعتقدون قالوا وروح منه، أو إنه أي إنه جزء من الله سبحانه وتعالى، استغفر الله، هو ليس من الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى نفخ في آدم، وكل إنسان فيه جزء من هذه الروح من روح آدم. إذن منه المقصود أن الله سبحانه وتعالى كما نفخ في آدم نفخ في عيسى عليه السلام. ثم ذكر رحمه الله، ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان
من العمل ادخله يعني من كان من شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان رسول الحق وان عيسى عبد الله ورسوله، قال ادخله الله سبحانه وتعالى على ما كان من العمل، اي على ما كان من العمل الصالح ادخله، او على ما كان عليه من العمل السيء. اذا كان يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح ما يهم العمل، لان هذا من فضل التوحيد انه سوف الله عز وجل يدخله الجنه. قال أدخله الله سبحانه وتعالى على ما كان من العمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال ولهما، أي البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان فإن الله قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولوا هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. في هذا الحديث يقول عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث كان الصحابة جلوس فذكروا رجلا اسمه مالك بن الدغشم، ذكر هذا الرجل فقال رجل هذا منافق يا أبو سيرة واحد هذا منافق. هني قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال لا تقول ذلك. قال لا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال هذا الرجل اللي ذكرت أنه منافق يقول لا إله إلا الله، فإن الله حرم النار على من يقول لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله. فسوء الظن بالمسلم لا يجوز إذا ظاهر هذا المسلم الصلاح، فلا يجوز لك أن تقول هذا، لا يجوز لك إلا بأمر يعني دليل ظاهر. فقال فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي. ما معناه يبتغي؟ أي يطلب وجه الله، يعني الإخلاص. فالإخلاص والمحبة شرط من شروط لا إله إلا الله. قال يبتغي بذلك وجه الله، ويبتغي هذا فيه عمل، يعني المستحيل يبتغي وجه الله وهو راقد، لازم يعمل، فالعمل مطلوب. إذن كما قيل أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والمفتاح يحتاج إلى أسنان، فمن الأسنان أنك تعمل هذه الأعمال. فهذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله، القول فقط من غير اعتقاد ولا عمل تدخل الجنة، فهذا رد على المرجئة. وهو كذلك رد على الخوارج الذين يقولون أن من عصى الله سبحانه وتعالى فهو مخلد في نار جهنم. قال موسى أذكرك وأدعوك. قال لا إله إلا الله، إذن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. لما تقول لا إله إلا الله تذكر الله سبحانه وتعالى ويعطيك الله سبحانه وتعالى أفضل ما أعطى السائلين، إذن هو ذكر ودعاء. قال علمني ذكر أذكرك به وأدعوك. قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. هل هذا فيه أن موسى لا يعرف منزلة لا إله إلا الله؟ يعلم أن لا إله إلا الله عظيمة، ولكن عليه السلام أراد شيء، ها أراد شيء خاص، أيوة أراد شيء لي أنا أبغى أقول شيء ما حد قاله، علمني شيء خاص فيني. على قولة الشيخ كسك رحمة الله عليه يوم وصل هنا في الذي قال أنا عاوز حاجة سبيشيال، أنا عاوز حاجة يعني شيء خاص. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى علمه بأن هذا بأن هذه لها فضل عظيم جدا. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هذا في دليل أن هناك من يعمر السماء غير يعني
البشر أو كذا، يعني هناك في الله أعلم ملائكة وفي غير الله أعلم ما هي المخلوقات التي تعمر هذه، قال عامر السماوات والأرض، والأرض لم تذكر سبع في القرآن، لم تذكر السماوات ذكرت أنها سبع في القرآن، لكن في نعم أي نعم، لكنها لم تذكر أنها سبع، قال ومثلهن إيه، لكن من غير كلمة سبع، لكن في هذا الحديث نصا أنها سبع مثل السماوات. وقال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث قدسي، يقول صلى الله عليه وسلم قال الله، فهذا حديث قدسي. ويختلف عن القرآن، القرآن متعبد بتلاوته وهذا غير متعبد بتلاوته، والقرآن كله يعني ثابت. أما الحديث فالقدسي، في حديث قدسي ضعيف، في حديث قدسي موضوع يضعونه الناس، فهناك فروق كثيرة بين الحديث القدسي والقرآن. بقراب الأرض، ما المقصود بقراب الأرض؟ أي مثلها سعة أو حجما أو وزنا، يعني كبر الأرض. بقراب الأرض يعني شيء يسع الأرض حجما ثقلا مساحة، الله أعلم، هاي معناته بقراب الأرض يعني كبر الأرض. خطايا، لو أتى بقراب الأرض خطايا لا أتيته بشرط ها أن لا يشرك بي شيئا. والإشراك قد يكون إشراك يعني لا يشعر به الإنسان لأنه يعني كدبيب النمل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، فممكن الشخص إذا كان يقدم الدينار على أمور كثيرة في الشرع قد يكون هو عبد ومشرك بالله سبحانه وتعالى، أشرك هذا الدينار أو هذا الريال بالله سبحانه وتعالى. قال لا أتيتك بقرابها مغفرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال مسائل سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأن من قال إلى خاصة من قلبه دخل الجنة، كثرة ثواب التوحيد، تكفيره للذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب. ثم ذكر أن هذه السماوات والأرض لهن عمار، إثبات الصفات خلافا للأشعرية الذين ينفون الصفات، معرفة على قول ما كان من العمل، قلنا سواء عمل سيء أو عمل حسن. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتوقف عند هذا الفصل ونكمل الأسبوع القادم. في سؤال استفسار؟